ناحية الحردانية كانت قرية تحولت إلى ناحية، شنو اللي استفادت بعد هذا؟ والله ما استفادنا من كل شيء، لا ماء ولا كهرباء ولا مستوصف ولا أي خدمات موجودة. هاي ليش ما موجودة؟ أنا حاليا اللي قدامك هسه عندي صار منها ومنها شبكه ومنها شبكه لهم، ورحت على المدير الناحيه اعطي المقام على شو اسمه ما سوى لي حل شلة، هسه خلاص ما عندنا. هسه عندك لا ما موجوده اساله ماي لو هي شبكه ما الشبكه واللي والمشغلين مالتها واللي ما حد ماكو عليها لا مراقبه ولا متابعه. هسه عندك انا بالكهرباء، هسه انا عندي مطار وما عليه شو اسمه ما عليه اجور، قلب قطعه ولا ما قطعه ما لقيت ما مشغله، مشغله الباقيات اللي بفلوس يلا يشغله. هاي يعني فرد مره يعني ايش قد ياخذ الفلوس يلا يشغله؟ 10,000 5,000 10,000 دينار يلا يرجع هو ما مطلوبات اصلا ما مطلوب اصلا، ويجي يقطع بدون ما مطلوب دا مرت الثانيه يشدونه. هذا اللي بس خلينا يم نقطه الماء. هسه ايش بعد يبعد من هنا نهر دجله عنكم 200 متر 200 متر 200 متر 200 متر ما عندكم ما شرب اي 200 متر الاسالات هي قديمه لا اسالات جديده حديثه شبكتين حديثه القطر اللي الامور مالتها 10 يعني ونشتكي بكل الدوائر ما سووا لحد الان حل. هذه الكاميرا واحكي مدير ما قول له مشكلتنا احنا 200 متر عن نهر دجله وعطشانين ما عندنا اي 200 متر وما ماكو مي ونشتكي صار لنا 3 سنوات على الحكي هذا. مشكله بالتخطيط اللي وين طببوا البواري مثلا ذيك الشبكه تخطيط شو اسمه مالتها ماكو مال الرساله خطا. هسه انا من هنا هذول شبعانين مي وهاي الصفحه ما بيها وهاي الصفحه ما بيها هذا خذ عليها هسه هذا الحي هذا الحي هذا المي مالتها تعالوا خذ هذا الحي هذا الحي ما بي مي هذا بي مي هذا ما بي مي هذا ما بي مي هذا بي مي وهذا ما بي مي يعني هسه شنو اللي يفصل بيناتكم في شارع هذا ليش الصفحه بيها مي هاي الصفحه ما بيها مي الحي خذ الحي هذا فهذا شوف هسه بي مي هسه مشتغل الموتور هذا قبالك مشتغل مي ماكو هسه صار له نص ساعه جاي الكهرباء احنا مشغلين مي ماكو تنسد الكاكات يصعد مي ما يسد مي ما يجينا مي عنده ما يسد ما يجينا مي يعني حتى لما عرفت المشكله وين مي ما دا يجلبون الرئيس الناقل اللي جاي مو مضبوط الناقل الرئيسي الموزع على الحردانيه مو مضبوط هذا يعني هسه حيا يعني هذا الحي يفصل هذا الحي بينه وبينه شارع بس الشارع هذاك يجي بي مي يعني لما نديش الصفحه هاي الصفحه ما يجيها نسحب ساعه ونص اذا يسحب لنا مي ما يجي ما يجي هذا هسه قدامك هسه داير الموتور مشتغل بس مي ماكو هذا المشكلة. اي مشكله بس المي مشكلته مركزنا الشغله الثانيه مركز صحي مركز صحي هسه صار لنا تقريبا 13 الى 14 يوم متوقف ماكو لا علاج ولا شيء هسه جاي يفتح عمود صحي يفتح على شنو الكروفونات هو متهالك من 71 مبتن هذا من 71 لحد الفتره الطبي يوقع عليك صب اكو استاذ اكو يعني مسوي له شو اسمه مسقطي له قاع وكامله بذاك موجوده مخططه بس ما حد يفعل خليه يسوي الكروفونات شو تفيدنا يعني موجوده يعني هسه مساحه له موجوده يعني هذا المسوط اكو مستوصف جديد صار 3 سنوات او 4 سنوات بيناتهم يعني تدي ما سوى اساس هناك كامله مخططه القطعه مالته كامله بدون لا اعمار يعني اكو متبرع ومتبرع اي متبرع اي حج لفته موجود متبرع بس ما حفر تدي كل من يقول لي محاصصه اي كل من يقول لي قد من سلموا هم الارض 3 سنوات تقريبا لا بال7 8 سنوات 3 سنوات مسلم الارض هذه له كامله ومسحطينها ومخصصينها بس بيناتهم يعني اي محاصصه غير كل من يقول لي هذا اللي شو اسمه ما المنطقه مهلوكه خلاص من كل شيء يعني اي شيء اي خدمات ما بيها بلديه نازيه يعني متعاونه انا البلديه بلديه بيها بس ايه انا اقول لك مرات ومرات البلديه احكيك يا اخي واحد غير ما عندهم استاذ اليات ماكو يعني اليات احنا على البلديه نطالبها لكتر واحد تلكتر واحد وقلام واحد ما تلحج فما مخافين هم الناس. قد تقريبا ايش قد مساحتها هاي ايش قد نفوسها عندكم في خرج قد مساحه كثيره عاده المسافه مالتها مسد ليش اسمه 12 كيلو 12 كيلو مساحة كبيرة تقريبا بال10,000 نسمة